شو الخلاصة اللي احنا محتاجين نتعلمها سواء لما ذكر المثل وتفسير المثل احنا اليوم اللي عايشين شو فينا نتعلم من هالمثل؟ الامر الاولاني امتحن نفسي في ضوء حضرة الله، انا حنطة ولا زوان؟ الامر الثاني هو ان اكتشفت ان انا زوان ارجع الى المسيح فيغيرني ويعطيني حياة حقيقية. الامر الثالث لا انزعج ولا اتعثر ولا أتراجع من تبعية المسيح لأنه يوجد عثرات ويوجد زوان. أخيرا خلونا ننتظر اليوم اللي هيجي الرب ويفصل بين الحنطة والزوان. وهنا منشوف مش بس محبة الله، منشوف التوازن، منشوف عدالة الله في هذا الموضوع، لابد أن يدين الخطيئة.